من جديد تحية لكل الناس اللي بتتابعنا، وأكيد متواصلين معكم من خلال صباحات سودانية لهذا اليوم. ووصلنا معكم للضيف الأول معنا من داخل الاستوديو، بحيتكلم معنا عن واحدة من المبادرات. هي ممكن تكون بدت بالأول كرابطة، ثم بعد ذلك سجلت كمنظمة، منظمة أرض الخيرين أو أرض الطيبين الخيرية. هي طيبة وخير مع بعض يعني في النهاية. يمكن تكون هي عندها عدد من المجالات المختلفة اللي بتشتغل من خلالها، يعني كمسنين وغيرها من الأشياء الكثيرة اللي عملتها، لكن اتجهت في الآونة الأخيرة وكواحدة من الأشياء اللي حست إنه ممكن تقدمها لناس قدموا أرواحهم للوطن مع بعض، إنه في النهاية هم شهداءنا ما ماتوا أكيد، يعني أمهاتهم ممكن يكونوا عندهم دور كبير جدا كان في إنهم دعم أبنائهم، في نفس الوقت يبقى من واجب الشعب إنه يقف مع الأمهات. هي مبادرة لتكريم أمهات الشهداء. معنا من داخل الاستوديو مدير المنظمة الفنان أحمد جوهر. صباح الخير عليك وجمعة مباركة. صباح النور عليكم جميع أسرة ستنية تونتيفير. أنا بشكركم كثير، يعني ده واجبكم يعني تجاه الوطن، زي ما نحن بنحاول نقدم حاجة، إنزاتكم هسه بتقدموا حاجة جميلة، لأنه إحنا كلنا جميعا شركاء في مجتمع. جميل. طيب أنا بالأول سألت إنه هي كانت بدت كرابطة ومن ثم أصبحت هي منظمة، صحيح؟ فيا ريت برضو نتكلم بداية عن المنظمة وبعد ذلك نتكلم عن المبادرة. ويلكم. هي بدت 2008، كانت فكرتي أن ننظم طرد الطيبين، كانت لسه رابطة أصدقاء المسنين. قاعد تشتغل على الإيفنت بتاعت حاجة المسنين، تغيير وجبة، يعني نسوق معنا الفولنتير، بيضفروا ليهم، بيحننوهم، بنطلعهم برا، تغيير جو اليوم، ومساعداتهم في الحاجات الطبية عموما. بعد ذاك 2013 قمنا سجلناها كمنظمة خيرية، نشتغل في عدة مجالات في المسنين، الأيتام، نجيب لهم البابيلاكو السريلانكو النشور، أطفال السرطان، نجيب لهم بعض العمليات، أطفال غسيل الكلى، نجيب لهم الهيبرين والقساطر. اشتغلنا مبادرة علاج فايزة عم سيب الفاتح السباق حمدي بدر الدين، قمنا لهم مساعدات أساس تكريم نور الجيلان، قمنا مبادرات كبيرة من بدري بتاعت مساعدة الناس في سيول الأمطار في شرق النيل وفي صالحة. المبادرة الأخيرة برضو بتاعت كانت في الخرطوم بحري في الجيلي، كانت سيول الأمطار. قمنا مبادرات كثيرة في ناس بالأخص في عيد الأم، تكريم أمهات في السجن، طلعنا نزيلات في قروش شجار صندوق وصرف وامهات، يعني فاجأناهم بحاجات جميله. قمنا مبادره عيد الام في 5 مرات في المسنات، وعملنا عيد الام لامهات المرضعات في دار الميقوم اللي بيرضعوا الايتام. يمكن عشان كده جات الفكره انه المره دي يكون تكريم امهات الشهداء برضه في ممكن يكون يوم مباشره بعد الاحتفال بعيد الام اللي هو يوم 22 مارس. الفكره طبعا ان احنا قلنا يعني كل مره بنعمل نفكر في منظمتنا بنعمل الزول يعمل حاجه جميله، يعني حاجه غير، لكن الحاجه دي هي اجمل مننا واكبر مننا، اللي عايزين نعمل لهم الامهات دي، الامهات الشهداء دي يعني قدموا ارواح اولادهم. صحيح. يعني الفكره عموما انه نحن كيف نقدر نسعدهم، نجبر خاطرهم. يعني حطينا الفكره دي هي الان يعني عيد التنفيذ ان شاء الله. هي محتاجة طبعا وقفة الناس كلهم، المجتمع والشركات الراعية، الناس تشوف البرنامج تساهم طرعة، لأنه البرنامج كبير في محتواه وفي شكله وفي فكرته. حتى الآن نحن من لجنة الأطباء المركزية عدد الشهداء 290، ده الحصر غير المفقودين طبعا. إن شاء الله ربنا يرحم الشهداء ويجمع المفقودين عشان الناس يكونوا سعيدين، ونقدر نعمل الامهات دي يعني حاجه ترضيهم. هل التكريم حيكون مساوي لعدد الشهداء، ولا هو يعني في فئات يعني معينه هي المساعده مثلا داخل الخرطوم، ولا حتى اللي من خارج الخرطوم برضه حيكون تكريمهم؟ نحن همنا بالاخص الناس، كل الناس اللي في خاص في الولايات، لانه الشهداء اللي كانوا هنا اغلبيتهم طبعا في الولايات جهن وحضروا وتوفوا في الغياده، وهنا اغلبيتهم في الولايات المختلفه. كل الناس الوقت احنا استدعينا الناس عبر لجان المقاومه وانه يشاركوا معنا ويساهموا، والسيد اللي بيشوفنا طبعا بنقول في الولايات لجان المقاومه او الاسر يعني يتواصلوا معنا عبر عندنا طبعا منظمه طرد الطيبين الخيريه في رابط مبادره ليله الوفاه، في ارقام استفسار طبعا على سنه يضربوا يتصلوا على سنه، ما في زول يفقد حقه. احنا بقدر مستعزين كل اي زول شهيد وامه يكونوا معنا حاضرين في الاحتفاليه دي، عشان احنا عندي لهم مفاجآت، يعني انه بقدر نحن كيف حنعمل لهم تكريم اللي غبيون. يعني
طب يعني هل التكريم هو هيكون مجرد احتفالية، ولا هو التكريم ممكن تكون مشاريع مستمرة للأمهات؟ لأنه ممكن يكون كثير جدا من الشهداء ذلك كانوا هم عائل بالنسبة لأسرهم. نعم، حقيقة الموضوع ده ما فايد علينا. احنا طرحنا انه قلنا يعني ارسلنا البروبوزر ده وجهناه لكثير من الشركات، مفترض كل الشركات هسه حاليا هم شاركوا معنا، حتى زين اللي عامله يوم 21 عيدروم احنا قدمنا لها. احنا اخرناه ومفروض نعمله 21، عملنا 22 عشان اصلا الزول الدار يعمل حاجه ما تتضارب عليه الحاجات، يعني نزلنا عاملين يعني احنا نعمل يوم 22 عشان هم برضه يكونوا معنا، او برضه عشان بعدين الاعلاميين ما ينقسموا الناس الضيوف الجايننا، ما انت عايز تعمل حاجه جميله ما مشكله، انا اخر يوم الناس برضه في الحاجه دي يعني عارفوا ان احنا عملنا 22 لشنو. لكن حكايه انه الامهات احنا عاملين ليهم للاسر دي، احنا طبعا في حاجات ما بدنا نذكر، يعني ما حابين نجري حزول او كده في البرنامج، في حاجات مقدمه ثاني في شركات يعني ان شاء الله اللي حيكونوا راعين معانا، يعني في ناس وعدونا وعدونهم انه يعني يقدموا مشاريع للامهات الاسر دي، لانه في حصر طبعا في اسر زي ما قلت في كانوا بعلوم الشهداء يعني ان شاء الله. طيب احنا اذا ركزنا على موضوع خاصه الشهداء الموجودين في الولايات المختلفه، يعني وصولكم للشهداء او اسر الشهداء في الخرطوم سهل جدا، لكنكم تصلوا للولايات اعتقد شويه كده من الحاجات الصعبه، فهل انتم حتعتمدوا بس على رجال المقاومه، ولا انتم ممكن يكون عندكم فريق ميداني انه يصل هناك ويتم الدعوه ويكفل حتى كمان يعني بانه يجيب الامهات لهنا؟ حاليا بكره ان شاء الله السبت نحن توصلنا، اصلا كان معنا امبارح الاستاذ سعد اخو الشهيد احمد الخير ولد الشهيد ابو بكر ولد الشهيد محجوب، يعني متواصلين مع ناس كتار منهم من اسر الشهداء، عندهم هنا تجمع اسر الشهداء شارع البلديه، حتى متواصلين معاهم برقم تلفونات وكده، وعندهم لينك في الواتساب يعني عرضوا الحاجه دي، ونحن برضو يعني ما وصلهم زي ما قلنا نحن حنوصلهم، لكن هن طبعا بالنسبه لهم الجسم يعني الحقيقي اليوم يعني ناس انت الان لو داير اعمل الحاجه دي ما ممكن اضرب الشهداء كلهم، لكن لازم انا اصل ديل عشان تمشي في الطريق الصحيح. انهم هسه عندهم تجمع اسمه اسر الشهداء، وصلنا معاهم برضه عندنا معاهم موعد على سنه، في ناس احنا وصلنا لهم لكن برضه يعني لازم يكون عن طريقهم وذاتهم يكونوا معانا في اللجنه وكده. وصلنا هسه لعدد كبير جدا، يعني هسه اكثر من 100 100 وحاجه هم متواصلين معنا، على انه العدد ده كله الا هم زول يرفض انه ظروفه ما تسمح لي. وحتى في البرنامج نحن ان شاء الله ساعين يعني بعد ما الناس يعني الراعين يكونوا يشاركوا معنا ويساهموا في الحاجه دي، انه يكون في يعني نسريات قروش تترسل من كل اسره 3 اشخاص ترحلوا يجوا لحد للمينا، من المينا في عربات تنتظرهم ونشوف لهم سكن قبل يوم. أيوه. يعني يكونوا مكرمين بالضبط كده، اي ينزلوا وعربات توديهم لحد الغاعة، نفس الشيء تاني السير يجوا راجعين في جهة السكن، يكون شقة يكون فندق ما از يو لايك، ويرجعوا تاني يوم ذهاب وياب التذاكر يرجعوا لحد الولايات. يمكن دي من الحاجات المهمة جدا، معناه انتم بالتأكيد محتاجين لدعم كبير ومحتاجين لمساعدة ومساندة من الجهات المختلفة، إذا كانت الشركات الخاصة أو عموما أصحاب المحلات ممكن تساعدكم. نعم، فأنتوا نشرتوا الفكرة عموما وعملتوا مثلا تواصل مع عدد من المنظمات الثانية أو عدد من الجهات الممكن تكون هي تقدم يد العون والمساعدة من أجل ناس هم بيستحقوا يعني الحاجة دي. والله حقيقة نحن فكرتنا في البرنامج إنه أي زول قلنا يمد لنا يد العون، يعني وصراحة أنا ما أكذب عليك الظروف اللي احنا كمان برضو يعني ما نسينا يمكن في بداية الحديث، يعني ربنا يصلح حال البلد عموما، الأحوال اللي احنا فيها عموما الاقتصادية والسياسية، احنا نتمنى ان السودان يعني يتقدم ونصبر شوية شوية لحد ما المسيرة تنطلق، غير الصبر ما في حاجة، لكن احنا بقدر الناس الشباب والناس الأشخاص ظروفهم تعبانة، احنا هسه ما بنحدد لزول انه يساهم بشنو، لكن اذا في زول بقول بعلاقاته انت ما عندك قروش لكن بعلاقاتك تعمل، حتى لو في السوشيال ميديا تعمل شير اللينك. ايوه نحن عندنا مثلا في الهدايا في الحاجات مثلا قلنا مثلا اذا افترضنا 200 احنا عايزين شكل الفكره مثلا نطرحها ما له مشكله، نحن قلنا الامهات ديل حيكون في مثلا لكلهم مثلا قلنا 200 توب، توب ابيض وفيه علم السودان وصوره الشهيد ولده، يعني هنجو طالعين المسرح يومي نحن طبعا
في اليوم ده نحن سعيدين انك ما بنقدر نكون زي ولدك الشهيد ده والله العظيم نحن نأسف، لكن هو شهيد عند ربنا عز وجل. لكن في اليوم ده هو اكيد انه بهتليك هدية العدلوم، نتمنى انه تتقبلينا نحن كاصدقاء له او ابناء ليك. نحن عايزين نهدي لك هدية العوم كلها ونطلع معانا المسرح، تطلع كل الامهات في المسرح، وفي حيكون في عندنا درع كبير زجاجي، درع الشهيد البطل وسام الشهيد البطل، يعني ده وسام فخر كبير ده لكل شهيد اليوم شهيد. هاي تستلمه في ستيكر صورة الشهيد وامه تستلمه الأسرة، غير الهدية الخاصة في كيس دي سبيشال خاصة في حاجات جميلة للأم تشيلها معاه، غير انه في الشركات اللي قالت حتساهم. حنطرح الموضوع عندنا 290 اسره، انتم حتقدموا لهم طبعا زي ما قلتوا اي زول عنده حاجه يطلع المسرح انتم حتقدموا لهم كمشروع. لانه في اسر ظروفها تعبانه جدا جدا، احنا حصرنا منهم جزء كبير جدا جدا. والله انا بتمنى انكم تصلوا لكل الاسر، لانه في كثير جدا من الشهداء ممكن الناس ما تكون بتعرفهم، يعني لسه حقهم ممكن يكون ما ظهر زي عدد كبير جدا من الشهداء اللي كانوا ظاهرين، فيا ريت انكم تقدروا تصلوا لكل الشهداء. يعني احنا مخصصين كمان للناس الشهداء الاسامي والناس ملمعة او كده، لا والله عايزين هم كلهم واحد يعني في النهايه. أيوة يعني احنا أيوة عايزين يعني في النهايه الصوره تظهر لكل الناس. انا ما قلت لك عبر طريق الاطباء المركزيه 290 ده الحصر حاليا غير المفقودين. نحن نص يمكن لو برانا اكثر من 150 اسره، لكن هون عن طريقهم لحد بكره السبت حيكونوا تواصلنا على ال 290 على الاقل، ونشوف بعدهم وجهه نظرهم اللي بيقدروا يجونا، لان نحن نوفر لهم الامكانيات ان شاء الله، عشان ما في زول يقول عنده عذر انا ما يمكن ظروفه او كذا. نحن نعمل لهم اي حاجه لحد ما يصلوا ويجونا ويصلوا بالسلامه برضه بعد الرجعه ان شاء الله. بالتوفيق لكم ان شاء الله. احنا برضه كاميرتنا اكيد حتكون حاضره معاكم يوم 22 مارس باذن الله تعالى، ليله الوفاء لام الشهداء. شكرا لامهات الشهداء، شكرا لك كثير الفنان احمد جوهره، وبالتوفيق لكم ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ربنا يسهل كل الامور ويوفقنا كل السودان ان شاء الله. انا بتمنى حاجه اخيره، رساله للناس اللي بيشاهدوني يعني اصدقائي هنا عبر السوشيال ميديا بالداخل والخارج، كل الشركات كل الاشخاص، يعني قلنا الحاجه دي بتخص وطن كامل، يعني الشهداء ديل وكيف احنا نزعدهم ونزعد امهاتهم. بس لو اي زول يعني هي مكلفه المناسبه دي كبيره في شكلها وفي مضمونها وفي كل حاجاتها، لكن بتمنى انه الناس تساهم عبر عندنا رقم حساب بتاع المنظمه 4500 بنك تنميه الصادرات السجانه، او في رقم استفسار 0923450 86 او 0929 20 300. اي زول شاهد الحلقه يشارك معنا عبر المنظمه ويساهم معنا، ده المطلوب على اساس انه الحاجه دي تبقى سريعه، لان احنا داخلين في شهر 2، ولو ما اي حاجه انت رتبت لها من بدري، احنا شغالين من شهر 1 في الموضوع ده، لكن بيبقى عليك بعد ده عشان تدوس الزر بتاع الابد بتاع على المساهمات ان شاء الله. اكيد الشعب السوداني يعني هو شعب دوما كريم جدا وشعب معطاء، واكيد حيقف معكم. شكرا لك ان شاء الله. والله شكرا، وشكرا لك، شكرا لكم جميعا ان شاء الله، ونسال الله التوفيق لنا ولكل السودانيين زي ما قلنا، وارحم امهات الشهداء على الشهداء كلهم وامهاتهم، ربنا يعني صبرهم، والمفقودين كمان ان شاء الله نسال الله انه يجمع بينهم ان شاء الله. جزاكم الله خير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. احنا متواصلين لسه معكم من خلال فقرات صباحات سودانيه لهذا اليوم، ولكن فاصل اعلاني اول، من ثم اكيد حنتواصل معكم.